الخير على كل متابعين ومشاهدين قناة بابلون تي في. اليوم آخر أخبار الفنانين والمشاهير راح تكون وياي آني لارين ورودي، لكن قبل هذا خلونا نروح نسمع الماشيتات ونرجع لكم. البطل العراقي فريد لفتة ينفذ أعلى وأجمل القفزات في سماء مصر. ليدي جاجا تنفصل عن خطيبها. رامي عياش يطرح كليب قصة حب. علا فارس تعلن رسميا مغادرتها ام بي سي. زينة توضح حقيقة إجرائها فوتوشوب في ساقها. العراقية غادة طاهر الأولى في سباق سبارتن بيست. أنغام متهمة بسرقة الأزواج والسبب. كابتن فريد لفتة صاحب الأرقام القياسية واللي نفذ أعلى وأجمل القفزات ارتفاعا بسماء مصر ضمن فعالية القفز اللي أقامتها القوات المسلحة المصرية وبالتعاون ويا أفضل القافزين بالعالم. طبعا هالفعالية كانت ترويج لمصر والسياحة بها، وثبت صاحب موسوعة جينيس أن المغامرة هي حقيقية وليست حلم غير قابل للتحقيق. واحنا طبعا الصور اللي تظهر لنا بالشاشه ورودي يشوف انه شلون قاعد واو ما اخاف منه. هي شلون هو قدر يعني شلون انه مثلا يقدر يحدد المكان اللي هو راح ينزل به؟ يعني فد شيء كل صعب دارين. رودي ما ننسى انه الكابتن فريد لفته هو صاحب موسوعه جينيس واكيد يعني وكسر مرت اللخ؟ لا هي هالمرة ما كسرها بس تعاون، يعني راح لمصر وكان اكو فعالية وكان من ضمن الاحسن القافزين بالعالم كان موجود بمصر. تجربة خطيرة جدا جدا، يعني نهائيا ما راح اسويها يوم. لا لازم تسويها. وبأخبار فن الغرب، انفصلت النجمة نجمة البوب ليدي غاغا عن خطيبها كريستيان كارينو. هذا الانفصال يجي بثاني علاقة فاشلة لها خلال 3 سنين. هذا الإعلان اجى ورا ما صحف الفنية ضغطت على ليدي غاغا انه تبرز السبب انه ليش خطيبها ما كان وياها خلال حفل توزيع الأوسكار، جوائز أوسكار، وهمنا الخاتم. بنشوف هسه بالصورة انه خاتم الخطوبة ما كان بإيد ليدي غاغا، فهذا الشيء خلى نوع من السؤال عند صحف الفنية فضغطوا عليها وهي بالنهاية قدرت انه تقول انه اني انفصلت عن خطيبي كريستيان كارينو. طبعا الأخبار اللي دائما نسمعها أخبار الفنانين عن انفصالهم بفترات قليلة جدا، صحيح. هذا يبين أنه هم عدم يعني مستقرين بعلاقاتهم، ودائما نشوف أنه علاقات اللي يصير بهوليوود هي فقط علاقات عبرة، يعني ما مدهم هواية، نشوف أنه سنة ونص وتخلص. صحيح، يعني أنه ليدي غاغا قبل فترة عنه خبر خطوبتها واليوم رجعت فسخت الخطوبة. ثاني علاقة فاشلة خلال 3 سنين، يعني علاقتين خلال سنة ونص. فاجأت الإعلامية علا فارس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن مغادرة مجموعة قنوات ام بي سي بعد تعاون دام اكثر من 15 سنة. طبعا علا قالت بتويت مالتها انه قدمت استقالتها عام 2017 لكن ما قدرت تحصل الموافقة حتى تغادر مجموعة ام بي سي، وهسه هي حصلت على الموافقة وهي راح تنتقل الى مجموعة قنوات روتانا. الجدل اللي هي اثارتها هو كان من خلال تويت لها عام الماضي بعد ما أعلن ترامب نقل عاصمة القنصلية الأمريكية من عاصمة فلسطين إلى إسرائيل، فهي هذا الشيء استفزها لأنه قالت الليلة ندين وغدا نغني هلا بالخميس. هذا التويت كان موجه للشعب السعودي، فهذا الشيء أثار جدل بين المجتمع السعودي، وهذا كان السبب الرئيسي للخلافات اللي صارت للإعلامية علا فارس مع قنوات ام بي سي. وايضا هي وعدت جمهورها انه ب 2019 راح تطلع لهم بطله جديده وبقنوات اخرى. هي دائما رشيقه علا فارس. صحيح وحلوه. وايضا الممثله المصريه زينه نشرت صوره عبر صفحتها الخاصه بانستغرام رافقت بها الفنان المصري تامر حسني وباركت لها بمناسبه نجاحها اغنيته فيديو كليب، لكن الصوره اثارت جدل بسبب فرق اللون بين
ساقيها. وواحدة المتابعات سألت زينة، كتبت تعليق قالت أنه ليش أنه أنت تستعملين برنامج الفوتوشوب حتى أنه أكو هالفرق بين الساقين. فزينة ردت عليها وقالت أنه الإضاءة هي اللي خلت الصورة بهالشكل، والساق الخلفي هو اللون الصحيح. يعني أنه هو دا يبين فوتوشوب بس، لكن هي هو شون يبين، شون يركزون، شون يشوفون يعني أكيد رودي المتابعين مجرد الممثل أو اللي هو يركزون يعني صحيح هواية. يعني مجرد ينزل صورة فيركزون بأدق التفاصيل. وننتقل إلى خبر ثاني، وهو الإشاعات اللي انتشرت بخصوص أنه الفنانة المصرية أنغام هي دا تسرق الأزواج. طبعا هذا الشيء إجا ورا ما كانكو خبر مؤخرا عن زواج السري للفنانة المصرية أنغام والموزع الموسيقي الشاب أحمد إبراهيم في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الخبر إجا ورا ما شهدت الفنانة أنغام برفقة أحمد إبراهيم بعدة مناسبات. والموزع الموسيقي متزوج هو من سيدة ياسمين عيسى، يعني هو متزوج وهي باقته من عنده. طبعا إبراهيم قام بتلحين 6 أغنيات لأنغام بألبومها الجديد اللي هو تحت عنوان حالة خاصة جدا. فما نستبعد أنه يكون هالعلاقة يعني تكونت خلال تعاونهم بهذا الفيديو أو هذا الألبوم. الشيء اللي أثار الجدل كان أنه الفارق العمري الموجود بين الفنان أنغام والموزع أحمد إبراهيم اللي هو 11 سنة. واو. يعني احنا دائما نسمع أنه يعني الولد يكون أكبر، بس يعني ما نشوف هو أنه البنية تكون أكبر. حتى إذا تكون البنية أكبر من ولد ممكن تكون بسنة بأشهر بس مو بعشر سنوات أو 11 سنة، يعني هالشي كل الشهوات. والخبر همينة قال أنه هما صاروهم متزوجين لأسابيع، وهما أصلا كانوا رايحين لسعودية لأداء العمرة، وبعدين منك راحوا لي يعني حتى يقضون شهر العسل بباريس. يعني هي كانت متزوجة مدة شهر ويم المؤذن، لكن ما حد ما كان يعرف زواج سري الخبر. هو صحيح زواج سري، وأيضا زواجها قبل مع الموزع قبل الموزع كان أيضا زواج سري. يعني هي ما أعرف إنه ليش تبوك أكو شباب إنه ما متزوجين تأخذهم. عينها طماعة. لا. طبعا بعد وفاة المصمم العالمي كارل لاجرفيلد صاحب ماركة شانيل وإتش إم وغيرها من الماركات الكثيرة، بمقابلة أجراها سنة 2013 ويا إحدى القنوات، تبين انه هو ترك لقطته المعروفه بشوبت ثروه ماليه تقدر ب 200 مليون دولار. وقال تعبيرا عن تعلقه بالقطه: لا يوجد حتى الان زواج بين الانسان والحيوان، لكنني لم افكر مطلقا من قبل انني ساقع بحب قطه بهذه الطريقه. طبعا القطه شوبت ما تاكل على الارض ابدا، وبس هي اصلا هي عندها مائده خاصه بها ولها طبق خاص من توقيع دار جويارت الفرنسي واللي هو صاحب أغلى ماركات الشنط الموجودة بالعالم. وأيضا القطة لها مربيتين مختصات فقط يعتنون بها 24 ساعة، وبهالثروة صارت القطة أغلى قطة بالعالم. يعني literally no comment، ما رح أنت أي تعليق، لأنه قطة يعني يكون عندها ثروة بهذا هذا القدر من الفلوس. صحيح، يعني هو يمكن كان يشتغل طول حياته الله يرحمه على مود بس يعيش القطعه. يعني 200 مليون دولار امريكي مو قليل انه كلها يتبرعها للقطه. وايضا هي منو راح تتبرع يعني ورا ما تموت؟ يعني وين راح تروح الفلوس؟ الله اعلم. اعتقد اني راح اروح اشغل ويا القطه. ودي انه القطه ايضا تعرف تستخدم الايباد. واو. يعني هاي كلش ذكية لازم تكون. أكيد. أو يكون يمكن زرع لها فتشريحة بعقلها حتى. رودي هي عندها مربيتين خاصات إلها 24 ساعة يعتنون بها يعني خلاص. الله الله. ننتقل إلى خبر أخير، حيث حلت المتسابقة غادة طاهر بالمركز الأول من فئتها، وحملت العلم العراقي عاليا ببطولة شرق الأوسط لسباق سبارتا للعوارض. طبعا هذا السباق هو كلش صعب، لأنه نعرف الركض يكون على الرمل مو على قاع عادية، ورح يكون أكو عوارض هواية، بعدين رح يكون أكو تسلق
بحبال، فالمسابقة كانت كلش يعني صعبة عليها، لكن هي قدرت تحقق الفوز وتحتل المركز الأول. كملت السباق بمدة 3 ساعات و47 دقيقة حتى تكون بالمركز الأول من فئتها. فأحنا من هنا نهنيها لغادة طاهر، نقول لها ألف 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 مبروك، وأنت رفعتي أكيد اسم العراق عاليا. ورودي أكيد عندنا فيديو لها، أكيد عندنا فيديو لها خلال تتويجها. خلنا نروح نشوف. وأكيد رودي بهالخبر المفرح، وطبعا غادة هي رفعت رأس العراق بين الدول الأخرى، وهسه صاروا